فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي ودمي يا حبيب الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يتكبرات شوف يتأملات قرآنية برنامج يمتكتات تلغلو بيالات شوف بتونات شوف يهنن برنامج يتتبابك عجوهن يالات شوف كلو زاريم كسورة البقرة أردت نياون أنكس النام مست نياون لما يتموكرا لن الله سبحانه وتعالى يهي قرآن يمي أقلق لو الله لم يفرط لو كالب وهلا الله يمفر السواج نما من دهونو بقلت إيانا قرن بألفو عن دايلو هولت برغرام وتلميات موكران موكرنا بغيب يميامنو صلاة يميشغلو عندهم الله سبحانه وتعالى كسنتاتشو غنزب يمي مسوتو يمي أكفلوناتشو غلون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون على ذلك والذين الله يمفر مالت النعنى الشوال يؤمنون بما أنزل إليك ودانت بتوردوا قرآن حديث وج يقرآن آيا وج يمنون الشو كالله يورد مهون آمين بلو تقبلو آمين بلو آمنو بتكبار بهوتا الشولا يمنون الشو وما أنزل من قبل كانت بفيد لو وردت بنبي عليه الصلاة والسلام يورد نقر من النوم أعطيت القرآن ومثله معه قرآن انت ستتشالو اندزيه قرآن يمثل بلوان قرآن بتشايد اللم بنبي الله يورد قرآن يمثل لقر وردال سو من دنو حديث يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة سلزي حديثم لك اند قرآن وحينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كلاينو تمرتو يمنتو نبي عليه الصلاة والسلام إني أمازح ولا أقول إلا حقا إني كلد له من نادر ونادر ونثنو كلد ليلة وزنبلوا لوالتان دمي وراء عالم سلاتشو عندو أنا رجيت عندك يكلد ميون عندي أرجيتك وجنة هاي قبام مالوان دنقتك يا الله نيدي بكا وطا يوطا تاقر نوا جنة بلا دنقت ستن نقرواتانو نزي مالتا دلم أرجيت ونشا دلم متقبيو ثم اللش اللش مالتنا ستيو على جيجي أستنقطة أكواب يا دماغون يا ساقي مثلا لأن قل أستمرتو أونت نبرة إني أمازح ولا أقول إلا حقا والذين يؤمنون بما أنزل سلزي نبي عليه الصلاة والسلام يورد الله توسيبا قرآن نووي بله بالتاب قرآن أتموقتا حديث يا رسول عليه الصلاة والسلام ورد الله توكم يبالونه ليونتو قرآن قالهم معناهم كالله نيمتهم حديثه قل معناه كالله هنا نبي عليه الصلاة والسلام يتنقلون ليونتو قرآن قالهم بمقرات أجل الجنة حديثه قل إنما الأعمال بالنيات معناهم كالاوكو حديث جملة ستدقات ومتل الحسنة بعشر أمثالها أجر التالي وما أنزل من قبل كاتب في تورده من لاي من لاي من ورده إن هذا لفي الصحف الأولى إيش؟ صحف إبراهيم وموسى يهدكو أدلم بأنت بيتشي وردن داي مسلم بموسى بإبراهيم صحفوك يتسمى يتنقر تاريكناو بنبروث نبيات لا يوردو مسافتوك بزوناتو وانا وانا وچو القرآن يلقرن أمستون إناك ألن أمستون عندنا يو راسو قرآن ولدنا يو توراتنا
ሶስተኛው እንጂል ነው ተውራት ለሙሳና ለሃሩን ወርዶ እንዲያስተምሩት የተደረገው ማለት ነው እንጂል ለኢሳ ወርዶ እንዲያስተምሩት የተደረገው ህግ ማለት ነው ሌላውስ ለዳውድ ይወርደው ማን ይባላል ዘቡር አዳ አራት ብቻ ነው አምስት ይታል አምስተኛው በቁርአን ውስጥ የተነሳ ሶፈሽ ابراهيم اما موسى ذكر في التوراة وصحفه كذلك قد حتى ابراهيم من كتاب نقرونا صحف ابراهيم وموسى النزيهن ما مدى السلقة عند انه توراة انجيل الملوس يبان زواريت فترة منامن منامن واللي عمت عنا يا الله قرآن يا الله هل قد عنا وبسلوك إذا بارك عنا لا 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 أهون يا اللوت በምድር ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጆች ናቸው ተብሎ የሚነገርላቸውን እውነት ነው ብለህ ተቀበላል። በኒ እስራኤሎችን አይሁዶችን ነሳራዎችን ስለ ሃይማኖት ሲያናግሯችሁ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላትصدቁሁም ሙሉ በሙሉ ያላችሁት ልክ ነው ብላችሁ አትቀበሉ ወላትከዝቡሁም ሙሉ በሙሉ ደግሞ ተሳስተዋል አትበሏቸው። እና ምንድነው ታዲያ መባል ያለበት? አመና بالذي انزل الينا والذي انزل اليكم ودنيا نبي ود محمد عليه الصلاه والسلام بان انت مصحفم وردلت يمتلوت بموسى بعيسى لا يوردون ان امنالن يوردون شرط ارغان يهن انت بتري يوردو يهن على ورده يهن على قوم لذلك لا نكذب ولا نصدق يا سنن عند عند غزي لوط كلجوچ ولده بلو سيناجر املو ما لا ليون يخلال منام لا 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 انت يما وشت نوع وشت يوانون فتاري من عمل ولوبن تسكلا ويندزي بلو موتل سيبال اما نو مالتار لهم اللي هون يجي لعلكو بلا شكك مالتار لهم اونات النتون وشت النتون بقرآن على قن يونو يا شرك تدوار يا الله لجال له يا الله مستال له الله اندي عدر رقل دكمو عرفة من عمل يعزل اندي بلو يم ياسر الدانقر ملايين مسعف بيصفه وناتامن اي من الما تكون اللي هو اللي جلال لا 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 ابعد من هذا ان تاليتين يولو لا تصدقهم ولا تكذبهم وشتام ناتشو مات بلاتشو ونتم نو لا تكبلو بالد القرآن وستي على تنقرة لمسالي جنة وستي هنا نقر ميبلا نقر على اللبلو تنقرة بل ممسعف كدوس القرآن وستي على تنقرة وحاديث وستي على تنقرة يعني اللي ميكارا لو نقر يلم تو ليون يجلال لا يون يجلال لن يأمنوا بقرآننا كالله بوردوا بتوراتنا بإنجل نوم ما منه على ما منه يون نبي اندي ميبان نبي ينبر علم اي وشتن اندي هاي ميبان نبي ينبر ما تفل منه قبر قرآن وستن هلون نبي ينسي شالوا رمي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما قلت نشتو موسى الله لأننا قرم بينا اكتمنوا አይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መሐመድ አልተነገረም ቢል አትመነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መሐመድ ምን ነገር ነበረበት? ሐዲን ተነግሮናል ቁርአን ነግሮናል ተነግሯል ብሎ እንደሱ አልተነገረም ካልወሽታ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون بالاخره اليوم الاخر يمجرشاو الدار الاخره يمجرشايت عالم يهولتنيو ثانيا متبالوا الاخرى متبالوا ليلوا متبالوا يا لما اللي بلو رقطنيا يقولوا وبالاخره يؤمنون على اللي بيعلم من على اخيرا يوقنون على بمصاف يميامنوا وبمن يميامنوا سيلم قيتو يا اخيرا النجر رقطنيا يميولوا مكرياتو مصاف بمن يهو تورات يهو انجيل يهو قران يالك تنقروا الله سلا الله على من بينه የሰማይ ማን ነው የፈጠረው? ይሄን ምድር ማን ነው የፈጠረው? አንተ ማን ነው የፈጠረው? ዋህም የጠጣ ማን ነው ስትለው ይደናገጣል። ስለ አኺራት እርግጠኛ መሆን ያለብህ አንተ ሆነ የቂን ያስፈልጋል። ምን ብለህ እናሳይ? መቼስ የሞተ ሰው አስነስተና እናሳይ አለ። ለዚህ ነው እኮ የት አለ አንድም ቀን አልመጡ ማያቶቻችን እንዴት አደረራችሁ ያሉበት ቀን የለም። ማን ነው ሞቶ መነሳትን ያረጋገጠው ነው የሚሉት ካፊሮቹ። ለዚህ ነው الله اختار لفظ يقين من يؤمنون وبالاخره هم يوقنون اني لاچو متقي مالك تعالى يهنن كمالو
جنة للنسو يما يهونبت من مكنياتي نوروال أولئك على الله إنه كلاي ينزي النفور أولاوتين مسفرتوتين يموالو سوج إنيا سوج على هدى من ربهم بجيتاتشو لاي كجيتاتشو كمتاو كأننا مسمر لاي يتمشاتشو يترقى بمالة النسو ناتشو على يميلو قال في هدى من ربهم مالان على يميلو قال يمر تبتي لأنو علموج ليدل على أنهم تمكنوا للابوت علي والذين تبوؤوا الدار والإيمان إلى تبوؤوا الدار والإيمان تبوؤ مالك تمكن مالك إمنة هاتشو لك يتمش هاتشو إمنة لك يجبطو النزي مبالوت النزي سواج هاتشو وأولئك هم المفلحون فلاح يميوتو يتساكل لاتشو يتمش هاتشو يترقابو يارسبوتن ياغينو يمفلقوتن يتدرق لاتشو سواج ني سواج هاتشو لك الله سبحانه እንግዲህ ከአንድ እስከ አምስት ያሉት ስለ አማኞች ነው የተናገረው። የሰው ልጆች በጠቅላላ ሲታዩ ክፍላቸው 3 አይነት ናቸው። ከፈጣሪያቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት የሰው ልጅ የዓለምን ሰው በሙሉ ብትፈርጁት ከ3 አንዱ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ምድብህን ማወቅ ያስፈልጋል። አንደኛው ምድብ አሁን ያየነው ምድብ ነው አማኝ የሚባለው። الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون النزي وكفيات من دنو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعني بكفل اللهم اجعلنا منهم يهي كفل فاتحة لي من توران صراط الذين أنعمت عليهم تولي تنجل النجمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا النوان ሌላው ክፍል ደግሞ አለ ከሃዲ አያምን በአላህ አያምን በሞተ መነሳት አያምን በነብያት አያምን ሶላት አይሰግድ አያበላ አያጠጣ ምንም ኢማን የሚባል ነገር የለውም ይሄ ምን ይባላል ስሙ ካፊር ይባላል በአረበኛ በአማርኛ ከሃዲ ይባላል የካደ ማንን የካደ ፈጣሪውን የካደ እውነትን የካደ ሐቅን አልቀበልም ያለ አስተምሮትን አልቀበልም ያለ ይሄንን ቀጥለን የምናየው በርዕስ ነው። ሶስተኛ ቡድን አለ ደግሞ። ሶስተኛ ቡድን ማለት ገለልተኛ ነው። አሁን ገለልተኛ የጥሩ ስም ነው መሰለኝ። አሁን በዘመናችን ገለልተኛ የሚል ነገር አለ። ጥሩ መስሎት ሰው እኔ ገለልተኛ ነኝ ይላል። ከሐቅም ከባጢልም አይደለሁም ነው። ሐቁም ጋር የለውም ባጢሉም ጋር የለውም ከምን ጋር ነው ያለው? ሶስተኛ መዝሐብ አይ ስሙ ማልሰፋሪ ነው ትክክለኛ ማረኛ ማልሰፋሪ ማለት በዚህና በዚህ መለከታል የኛው ካሸነፈ ዓለም ነኩም ማአኩም ይላል እናንተ ጋር አልነበርንም እንዴ ወላሂ እናንተ ጋር ነበር ልንመጣ ስንል እኮ ነው እንደ ለጥቂት ነው ያመለጣችሁ ይላል የኛው ካሸነፈ ለዚህ ብለን እኮ ነው እንደሱ ጋር ያልሆን ነው እኛ ቁድሮም ገብቶናል አሉ አሉ የአይነት ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው በታሪክ ውስጥ ብዙ አሉ ግን አንዳንድ ጊዜ መቼ ነው እንዲያሉ ሰዎች ይፋ የሚወጡ መስለ የሆነ ሐቅ የተዳከመች ይሞተች ምናምን ሲመስላቸው ብክረኑ በጣም አይፈሩ ተናግረን ነበር ይላሉ ሐቅ ብክረኑ ጠንከር ሲል ደግሞ ይደባበቃሉ ቆይ ቀን ሲወጣን ምን ነዋራው ይላሉ ቀን ወጣት ማለት እኮ እስላም መልከሙ ምናምን ነው ለዚህ ነው ሙናፊቆች በረሱል ጊዜ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አወል ሶፍሩ ይዘሙ እንዴ እየታዩ አለው ለማለት ካዩት በቃ ውዶስ ላይ አድርግ ይችላል ውዶስ አድርግ ይሆናል እኮ እሱ ማስመዝገብ የሚፈልገው አቡበክር አይቶኛል ዑመር አይቶኛል ነብይ አይቶኛል ነው በቃ ምክንያቱም ከቀሩ እነዚህ ሰዎች ሶላት ተው ማለት ነው እስቲታባ ይደረጉ ከዚያ ምናምን ሊመጣ ነው አይ ያልፈልግ ስለሆነ ነገር ሲወራ ብቻ አለው ብሎ አንድ ሐሳብ ይሰጣል ወሃከለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሊሸነፉ ነው የሆነ ችግር ደረሰባቸው ሲባል ወዲያውም ቢደለፍ አላላችሁ ብለናችሁ ነበር እኛ ጋር ቢኖሩ ኖሮ ባይሄዱ ኖሮ ማማቱ ወማ ቁትሉ ወህር ላይ የሞቱት ኮንትሮች ያ አላህ የሞቱባቸው ዘመኖች የሞቱት እኮ አይደሉም የጎዷቸው እዚህ ሙናፊቆች ያሰሩት የነበረው لو كانوا معنا ما ماتوا لو جلسوا عندنا لو تاخروا لو تخلفوا سيناتكم
እውነት ነው ኩንዲ ምን አለ እንዲሁ በሆነ ምክንያት አቋርጦ ቀርቶ ባል ኑሮ ሐምዛ ባይሄር ኑሮ ይዛን ገሌ ባይሄር ኑሮ አላ እነዚህ ስማቸው ሙናፊቆች ይባላሉ። በጣም ደግሞ መለየቱ ማበጠሩ በጣም ከባድ ነው። ኮፍያ ያደርጋሉ፣ ጥምጣም ይጠመጥማሉ፣ ቀሚስ ያሳጥራሉ፣ ቁርአንም ይቀራሉ፣ አረ ሐዲስም ሊናገሩ ይችላሉ። በምን ትለያቸው አለ ተለ ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ አልበቀራ ላይ ካፊር ካፊር ነው በቃ ፍጥጥ አይደል ሙቶ መነሳት አለ የለም ማናል የተመለሰ የመጣ ሰው አለ እስቲ ንገረኝ በቃ ካደ አለቀለ ነብዩ መልእክተኛ ናቸው ሲባል አባክን ያላቀም ያሉትን አልቻልኩ ደግሞ ሌላ ነብይ አልቀበል ጓዛ ታብዛ ጀነት የምን ጀነት ጀነት ማለት እኮ ጥሩ ኑሮ መኖር ነው ጥሩ መኪና ነው ጀነት ማለት ይሄ ካድ የለየለት ነው በጋድ የሚያውጅ ነው ሙናፊቅ ግን ይሄ ውስጥ ለውስጥ የሚሄደው ምልክቱም አስቸጋሪ ስለሆነ በጣም በረጅም ነው ቁርአኑ የዘረዘረው ተዘርዝሮ እንኳን አናውቅም ለዚህ ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሑዘይፋን ይጠሩና አንተ ይህ ሙናፊቆች ባህሪ ሲናገሩ እኔ ላይ የሚታይ ነገር አንዳንድ ነገር አይተታቃለህ ይሉት ነው እኔም ሁሌም እንድትሸክክ ነው የሚያደርግህ እና ያለ ስለ ሙናፊቆች ምን ምን እንደሚል አንዳንድ ጊዜ እኔም ነው እንደ ብሎ ዘወር ብሎ የሚታይበት ጊዜ አለ ይሄ ነገር እንዴት ነው እነዚህ አምስቶቹ አንቀጾች ከሚያስተምሩት ዋና መልእክት እስቲ እንደው እናንተ ጋር አብረን እናያቸው። ኢማን ማለት ኢማን ትክክለኛ ኢማን ማለት ሶላትንም የሚያጠቃልል ሶላትንም የሚያጠቃልል መሆኑን አላያችሁ? ሰዎች አማኞች ናቸው ብለን ሶላት የማይሰግደውን ሁሉ ዝም ብለን ስናልወሰብስ ይታያል። ግን እዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يؤمنون بالغيب ብሎ ويقيمون الصلاة የማመኑ ፋይዳው ሶላት መስገድ መሆኑን አስተምሮናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን በአረበኛ ፊደል አርጎ በአረበኛ ማሳካቱ አረቦች እንዲገባቸው እስላምን እንዲረከቡ በቋንቋው ተረድተው ሰውን እንዲያስተምሩ ማዘዙ መሆኑን ያመለክታል። የሰው ልጅ በዚህ በዱንያ ላይ እንዲሳካለት ከፈለገ በአኺራም የተመቻቸ ኑሮ እንዲያገኝ ከፈለገ ማሟላት ያለበትን ፎርሙላ አላህ ነገረን። በከባድ ነው በጣም ቀላል ነገር فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز تلك الدل اخره تلك مجوت مالك كجهنم نصاله يجنت لمبالال يال لماغنيت سوره البقره من قال اربع نغروتين وانا وانا نغروتين انسى ما منو متدبر نو بالفوت نغروت بنبيات بوردوت بمولو امين يالو مالك بنبيو لاي بوردا امين يالو مالك انذي فورمولا دمو مادرك بتام قلال لو يمرشاو اخيره ما من يموتو من نسات يامن سو نو يلان እስቲ የካፊሮችን አስተምሮት ስለ ካፊሮቹ ምን እንደሚል አላህ ሱረቱ አልበቀራ ላይ የሚከተለው ትምህርት ላይ እናያለን። ከሱረቱ አልበቀራ 6ኛ እና 7ኛ እናያለን ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናየው ሁለተኛውን የሰው ክፍል ነው። አማኞችን አይተናል። የነሱን ተቃራኒ ማዶ ለማዶ ያሉትን ደግሞ ከሃዲዎችን እናያለን። አማኝ ከሃዲ በቃ ካዲ ማለት ማን ነው? በምንድነው የሚካደው? ካፊር የሚባለው ምን ሲክር ነው? ኢነልዚነ ከፈሩ አላህ እኛ የካዱ ብሎ የመካጃውን ነገር ሳይነግረን ነው ይሄደው። ዋጋቸውን ነው የሚከፍለን። ከነሱ ጋር ያለንን ሙዓመላ ምን ማድረግ እንዳለብን ነው የሚነግረን እዚህ ላይ። ኢነልዚነ ከፈሩ እኛ የካዱ በማን? ከፈሩ ቢላ በአላህ ይካዱ። ከፈሩ ቢረሱልላህ ከፈሩ ቢኪታብላህ كفروا بشيء من اركان الاسلام كفروا بشيء من اركان الايمان ترى نجر انكم بيون ككادوت كافر يبال لمثال صلاه ما سالف يا كفر لا يا كفر علماء خلاف علاجه قد صلاه مكاد قد الوجب ما لك يا كفر من خلاف له مسح على الخفين بتعم على ما بس اسلام اكل عدلن بلو ككاده يكفر ሲዋክ ሱና አይደለም ብሎ ከካደ ይከፍራል። አዛንን ኢንካር ካደረገ ይከፍራል። አዛን ባያረግ ሱና ነው። አዛንን ከካደ ግን ይከፍራል። ስለዚህ እነለዚነ ከፈሩ የሚለው የካዱ አለን እንጂ መካጃውን አልተናገረም። እዚህ ለቀድ ከፈረ الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه አንዳንዱ ሰው አላህ አለ ካሉ
በማልም ቢያሻርኩ ካፊር የማይባል ይመስለዋል ለምንድነው አላህ አንድ ሶስተኛ ነው ያሉ ሰዎች ካዱ አላለም በቀራ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ارى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بلو ومن كفر عليه. الله بسوج لا يعقم كلاچو حج ما درك አለባቸው ብሎ ومن كفر يكاد الى حج على رغم يالا حج وجوبت على هدم قال كفر كفر ما تقول فان تابوا اقاموا الصلاه فاخوانكم في الدين صلاه بيسجدوا توبه ادرك صلاه بيسجدوا زكاه بيسطوا ወንድሞቻችሁ ናቸው ይሄን ካላደረጉ ከፍረዋል ማለት ነው ማአት አለ የኩፍር ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ መካድ ብቻ ባልሆነ የጠቀሰበት እንደለዚህ ከፈሩ እና ዑለማዎች አبواب الردة ብለው የፊቂህ ኪታቦች አبواب الردة ከእስላም የሚያወጡ ነገሮች ብለው የሚጽፋቸው አሉ በተለይ ያለ ሐነፊ ዑለማዎች ላይ مجمع الأنهر رد المحتار البدائع والصنائع من بالو كتابوچ بسفيو نو مناغروتي بتنش نغر انكون كقران عندوان ايا انكون ككاده يكفر انو ميل ان الذين كفروا سواء عليهم لنس كلوا انذرتهم ام لم تنذرهم ما اسفراراتهم ما لم اسفراراتهم لمن لا يؤمنون ايامنو منا ادي كافر سي اسفرارو تايامنو ميل رايامنا ታዲያ እነዚህ ካፊሮች ሁሉ በነብዩ ግዚአብሔር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩት አስተምረዋቸው አስፈራርተዋቸው አይደል እንደሰለሙት ይሄ ቁርአን ታዲያ ምን ማለት ነው እኛ ካፊሮች በተስፈራራቸው ባታስፈራራቸው እኩል ነው አለ አያምሩም እና ለምን ختم الله على قلوبهم بل بوناቸው አትሞባቸዋል የታተመበት ነገር አይከፈትም ማለት ዝግ ነው ስለዚህ ልቦናቸው በኩፍር ስለታተመበት ኩፍር ውስጡ ተሞልቶ ስለተዘጋበት ለኢማን ክፍት አይደለም ኢማን ደሞ ልብ ደሞ ከተዘጋ አይን ቢከፈት ጆሮ ቢከፈት ፋይዳ የለው لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ان في الجسد مضغة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام ختم الله على قلوبهم لبوناتو تاتمان يتاتمبت نجر يتاشغ نجر امي كفتو اسكمي كفتو درس كل كلو مقفل وعلى سمعهم جرواتهم تشتاشغال اي سمع مالك اي سمون لمن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها على جرو ازيهم جرو على نو ميلو الله جرو علاچو گنت اتموبتال وعلى ابصارهم غشاوه عينوچاچو تاشغوال منامن ادلم يالو باينوچاچو لاي شفان عل عيناچو زم بلو اندام سو مياي مسنال گن مياي عل مياي عل ادل يونه نگر شفنوت اندزي يالو عيناچو فرطو ادلم عين ما الله گن لمايت التدلو اونتن يميايوبت عين يلاچو ولهم عذاب عظيم لنسو تاليا يتزجاجو كباد قطاتنو كباد مكرانو على الله انذيه اندي ايك ايامنوم تبلو يتبالوت كافروت انما ناجو ما انو مينك كافر هلو ايامنم بقى سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون كافر هلو سلم ايامن عن استمر مالتنو لا ان استمر قن كافر استمروت ايامنم ام يامن كهونه كذي قرآن قرآن ايقاتشم سواء عليهم كلنو انذرتهم ام لم تنذروا بالتسفراراتشم بالتسفراراتشم كلنو لا እነዚህ የተወሰኑ ካፊሮች ላይ ካልሆነ በስተቀር ለሁሉም ለካፊር ጠቅላላ ህግ አይደለም ይሄ ለዚህ ብለው ይሄንን አያ ምን ይላሉ ዑለማዎች من الالفاظ التي وردت بلفظ العموم ويعنى بها الخاص
لا تقالي يميقل القل بميمسل قوانقوا بين نقرم لا توسنوا عكالوش بيتا يميقل القل نو كمكا كافر وتوست تنقرواتشو يما يسمو كهادي وجام نبي عليه الصلاة والسلام اني سويتش على سلمان وبلو بتعام يميتش ان نقول لاتشو بتعام يميسمو لاتشو لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يتمال الله إني سوجي الله أن القرآن حديث على تقبل بله بهذا راسك إن دا تقل لي أستاسا قال له يتمال الله النذي سوج بسمة راتي الشلال نمسالي أبوتاتش وأبو لهب أبو جهل إن عقبة بن أبي معيط ليل وجم من وليد بن المغيرة نزي لي اللاتشو ناتشو سلازي إن الذين كفروا الناس هادركوه ينبروا ما كان اسكمد لك درس عن دم سيرته ويقرد بلو إني أنسوش لمالتنا هو إلى اللو وهذا من العام الخاص إلى من العام الخاص عام مثل الكالو قن خاصنا إذ ما كل الكافرين لا يؤمنون كلهم كافروش ايامنوا ما يتبال منا وإنما من كتبت عليهم الشقوى أزلا كأبي لهب وأبي جهل وعقبة والعاصي والنضر وغيرهم وليد بن المغيرة عنا ليلوش بس جاب الكفر يموتوا تنسوج إن السوائن السوج مثل أفهم بعض الأفهم موتكت يلوومنا ليلة تياكل إن السائي تلال زلال تعالى ما يسلموك هنا يا نبي عليه الصلاة والسلام النسون ما استمر من فائدة له لمن جزء التون يقتل عنه لمن يلف عنه ما عنده من أجره ها أيوة أيوة نبي عليه الصلاة والسلام ملك تحت التون لما أدرس نجي يا مسلم يا لا مسلم يا ساتشون تنادى لهم نعم يلونه ليلة أستي ليلة هاي واش وش حجة لئلا يكون للناس على الله حجة أبو جهل أبو لهب مثلك كبي إني من عرقين ولا هلم ستلك إن أبو بكر إن عمر إن لك ست أسل لن يلمل عن ألاك من يس يعني تخلق على اللهم ويبلو اللهم يكون كن يتابه بلك اسمه يتسال من أبر كما لك لكب هذا اللي بيالكو عبروا على اللي استمارك محمد إنه لكو ذيلا سوال لكو للنس أبو لهب إن دي أمي وانت مهنجنا ولا أنت تقرب من أبر حجة وبدأ مع سفارين وانا عافية الزقان ليلا أيوة جزيت خيرا ليلا ودمو تلقوا يهينو لا من مسلاته نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يسلم أبو لهب يسلم يقول نقرأ لك يلا من أبو جهل إن عمر بتعم يبغى قواته ونبر نبي عليه الصلاة والسلام يا رب بلا الله يا رب اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين كهولت عمرك عن دون أسلمه الإسلام أتناكر وبارات تقروا أقوم اللي يلو نبرة عمر بن هشام نو عمر بن الخطاب نو عمرين يبال نبرة عمرين في مكة يتبالو ينقر نبرنا كان نسو عن دنيا رب يلو نبرة عمر بن الخطاب اندم يونا وقوم نبرة عدل ساتو لذينو انت ما تشوف هتسفا اللي متابه زنبي عم ببي عنه في تلاي بلو ابو جهل لا يتوت لذينو كل جزي ابو جهل سياقين يد ابو لهب سياقين يد زاري من البات تسفا بلو بلو قم بلو ميستمروت أنت فائدة كلله بكاني إن أنت من الكذب ولا عن النجاة قرر ما لتش لا لا جروك ستاتشو أبو جهل لما استمر أبو لهب لما استمر جزي على البراتشو حتى كسماء يتوكسوا إن أبو جهل إن أبو لهب لما استمر على بلو إيه إسلام يمي في اللي قولوا كوا عبد الله مكتوم شيل لا بلو لا يتوكسوا عبس يور وتولى يورد اللاتشو يزي عن كان النساء وش لازم والله أقول يا النساء يسلموا يسلموا بمن تاك عليه يمتاو سو يمتكمون اتاوكم وي نميلاچو الله نبي عليه الصلاه والسلام سيستمروا يتقبلوا يقبل
ያልተቀበለው ማስረጃ ቀርቦለት እንቢ ያለ ለመሆኑ ነገ አላህ ፊት ሊመሰክሩበት አስበውና አቅደው لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما سرجع الذين ونياهم دعوة سيدرك انيا قال راسو قل لمن اتشتب راسو الله رات توقعوا ما لفنوا الهان انت قرنوا مكراكروا هين الناس تبشت له نقل يمندل اعوذوا بالله للا انت راسي تسفق ورطها الكواس كالدما بالا بيتو يناكون امولي بالا دايك كبلهم مالو على سامن بالهزيو تسوى قرطة بتاني مكون دل بهات النقر في تنش عمدين دكارة ديو سمع يلا انت بيين وكنت لهم اني يم بدينا يان تقار شمتا لا 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 نبيات بمولو نوح عليه السلام اني مغلوب فانتصر اسكملو تاون تاون سوا انتك زي تقلق نبلو سلمو نوح السماري نبيات شمبلو يكترن يالبلو المتبقو دينا مرر زيلات شو شايون رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا يهم يساعدك مثلا ونجي ودفيد ميونون أو قال النم ياتشو تمكرون سلذي غيب آياكم نبر يهي آية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو تنذرهم لا يؤمنون إن يسعي يوم يا نبيون عليه الصلاة والسلام سو مهراتهم بقى غيب يما ياكم نقى أبو لهاب أبو جهل من اللي هوني كلال بلو ياوكن دال نبرة يمياسينو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ليلة ياكم للنساء كلال يا الله هذا اللي يكتمت باتشو هذا الله كتمت باتشو من الدروس ما اللي كفتونه الناس الذي يمكفرس قدائي يسو كادر على اللموين يعني سوي كلال يبال على الكوزو لو شاء الله ما عبدنا إلى الولد الله بشان روكو بفلق الله كسل إلى المان من دارنا ملك ما أدرك يجي النبر بفلق الله أبو بكر تمثالية هربو لنا دان يجي النبر أبو جهل يمثل كافر أبو بكر يمثل عامين يفتر وصورة صورة بنزو سويت الجنة قالوا سلازي الله نو يتممو يهننم يفتر وصورة يسون دقمو لو طلي ما تعانو وي هذا من تلال لاتشو من النوم مرسو لزي عندو سو بي لباكتو الله بيشانورو عندها ورصف اندام تكا مدنين ما ورصف يادر قينا بر بلاتشو هاكم الله شتوب بيكو رسولة ما سالفو إلا قنم ميقرمو يهو سوية الله شتوب بينو بلو مرزاي بلا يبلا أتي يكامل قل لهم تكمل على ستلو الله شو تربيني له السوس هاي فلقة ونو الله شو تربيه ونو جل لكو ساتي فلبلا فلما زاغوا عن الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن السوس يتأموا لما اختاروا تنش سلطان ستونا تنش عندنا لكو جبريا ميبال مذهبا لكو جبريا ميلو يا أحباش بودين ما عندنا نجزي عندنا مذهب لاي إذا هو دوت اللي كلام ممكن يا توم مفتاح سلم يا كتو هي بتأم فتاي تيا كسلونا مفتاح سيا كتو جبريا هو نوي متعال من على من ودنا هون ده تقدنا هون كم جبريا مذهب هاتش ممكن هم يلود عبد ما على فيه سووا نجوا على ذلالو أير لا يتطلع تلاش ك كرنا ثالو كر ما على ثالو يتش كرن غير ما عندنا نجوا زوجات كت ما على ثالتشين ودي ميلون فاس كم تام دزينو دزينو سلزين يام بيون كفروشي سلموشي منوشي كادوشي نو من نبال من اللو يلالو جبريا يبالالو النزي يلو سواتي ميزو هاتشو ميس مرتاس التاقبا من يتالي مرتاس التتنيا تقالي جانو بلا لمن شو لها التنيا يهنن ويحال امنة الملاينة مرتاس التوها يهنن برك جمرة يجناق مهن بخير كوالكان تا كوالكان والذين جاهدوا فينا لا نهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أما الذي زاغوا زاغ الله قلوبهم إن هديناه السبيل إيش إما شاكرا وإما كفورا هديناه السبيل من قرنا سيتنا إيش لن يبلو كان إلا فلما زاغوا سجمر قتل إن نعلم
ساعته بالك بزو ما لا تجلال لكن إذا لو ساعت القوان للنجال والنمي لما ننيوم كما ترساتشن بفيد كافي روج تولوزيه تنقروت أكالوج من لو كافر مال السايوان يتوسنوا بنبي يزند بيفا يتوقوا ينبروا هاديا مالتنا وتولو مفسروا يتشعلن إلانه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.